أفادت هيئة البث الإسرائيلي باستعداد الجيش للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة. وأوضحت الهيئة أنه وفقا للإنجازات العملياتية فإن الجيش الإسرائيلي سينتقل للمرحلة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث أنها تشمل إنهاء المناورة البرية في القطاع وتخفيض القوات وتسريح القوات الاحتياطية، إضافة إلى اللجوء إلى الغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. قال الجيش الإسرائيلي إن ذروة العمليات العسكرية البرية جنوب قطاع غزة تدور في محافظة خان يونس. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن العملية البرية مستمرة وتتخذ شكلا متصاعدا في بعض المناطق، منها مناطق شمال وجنوب القطاع، واصفا انسحاب لواء جولاني من غزة بأنه استراحة محارب.